طلاب الفرقة الرابعة، مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة لنا أونلاين. في هذه المحاضرة نستكمل حديثنا عن الاستئناف. ونستكمل حديثنا عن الطعن بالاستئناف، ونتحدث عن إجراءات الطعن بالاستئناف. حيث تتناول إجراءات الطعن بالاستئناف الحديث عن بيان ميعاده والإجراء الذي يرفع به كيف يتم رفع الاستئناف أي التقرير بالاستئناف ونبدأ الحديث عن ميعاد الاستئناف في تحديد ميعاد الاستئناف نتناول القاعدة ثم نتحدث عن الاستثناء القاعدة والأصل في ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام إذن الأصل أن ميعاد الطعن بالاستئناف عشرة أيام، هذا الميعاد واحد بالنسبة للخصوم، الأصل أنه واحد، بالنسبة لكل الأحكام سواء كانت حضورية أو غيابية، صادرة في جنحة أو مخالفة، وسواء تعلقت بالدعوة الجنائية أو المدنية، إلا أن بدء سريان الميعاد يختلف أحيانًا. تبعاً لاختلاف الأحكام إذا كان المحكوم عليه إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن هنا أن يرسل الاستئناف إلى محكمه الاستئناف فورا ونتناول الاستثناءات على هذه القاعدة في تحديد ميعاد الاستئناف حيث يمتد ميعاد الاستئناف في حالات، هذه الحالات تتمثل في أولا في حالة استئناف النائب العام أو المحامي العام، فللنائب العام استئناف الأحكام الجنائية في مهلة أكبر وهي ثلاثون يوما، وكذلك المحامي العام في دائرته له هذا الحق استئناف. الأحكام الجنائية في ثلاثون إيه؟ في آه مهلة الثلاثون آه يوما هذا هو الاستثناء الأول الاستثناء الثاني يتمثل في العذر القهري في حالة العذر القهري يمتد الميعاد لحين انتهائه من أمثلة ذلك المرض الشديد أو السفر خارج البلاد ولا يشترط في المرض الشديد أن يقعد الشخص عن الحركة بل يكفي أن يعرض حالته لمزيد من السوء في حالة تقريره بالاستئناف، إذن الاستثناء الثاني على ميعاد الاستئناف هو في حالة وجود عذر قهري مثل المرض الشديد أو السفر خارج البلاد، أما عن الاستثناء الثالث فهو الاستثناء الاستئناف الفرعي، يعني إيه الاستئناف الفرعي؟ بيمتد معاد الاستئناف الفرعي عندما يستأنف الخصوم في أحد في عفوًا في آخر المهلة المقررة للاستئناف وهي عشرة أيام، فتضيع فرصة على أحد الخصوم. الذي قبل الحكم وفضل عدم الاستئناف اعتمادا على عدم استئناف خصمه للحكم فيفاجئه هذا الخصم في اخر لحظه بالتقرير بالاستئناف هنا الماده 409 من قانون الاجراءات الجنائيه اعطت الخصم فرصه استئناف ادت له فرصه ان يمتد ميعاد الاستئناف خمسه ايام إن شاء أن يستأنف إذا في هذه الحالة بيمتد ميعاد استئنافه خمسة أيام إن شاء أن يستأنف ونتحدث عن بداية سريان ميعاد الاستئناف صحيح أن ميعاد الاستئناف واحد بالنسبة لكل الأحكام غير أن بداية أو بدء سريان هذا الميعاد، ميعاد الاستئناف، يختلف أحيانًا تبعًا لاختلاف الأحكام، أولًا الأحكام الحضورية، ما هو بداية سريان ميعاد الاستئناف في الأحكام الحضورية؟ نجد أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية يبدأ بالنسبة لهذه الأحكام من تاريخ النطق بها، إذًا يبدأ. ميعاد الاستئناف بالنسبة لهذه الأحكام، اللي هي الأحكام الحضورية، من تاريخ النطق بها، وذلك على افتراض علم الخصوم بصدورها في هذا التاريخ، وفقًا للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، فإذا حضر الخصم جلسات المحاكمة، ولكنه تغيب في جلسة النطق بالحكم، كان الحكم حضوريًا. وإذا أرجئ النطق بالحكم في مواجهة المتهم إلى جلسة حدد تاريخها ولم يحضرها المتهم وأرجئ إلى جلسة أخرى لم يعلم بها المتهم فلم يحضرها، فالحكم يعد حضوريًا لأن من واجبه أن يتتبع الآجال التي يؤجل إليها الحكم دون الحاجة إلى إعلانه بكل تأجيل. إذًا. بداية سريان ميعاد الاستئناف في الأحكام الحضورية يكون عند النطق بها، غير أنه إذا أقام الطاعن الدليل على قيام عذر حال دون علمه بتاريخ صدور الحكم، وكان هذا العذر مقبولا فإن ميعاد الاستئناف هنا لا يبدأ في السريان بالنسبة إليه لا من تاريخ علمه الفعلي بصدور الحكم سواء بإعلان الحكم له أو بأي طريق آخر من طرق العلم وفي ذلك هنا يوجد حكم لمحكمة النقض بمفاده أنه وإن كان صحيحًا أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوة في مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها، فيعتبر الحكم عند النطق به صادرًا بحضوره، إلا أن هذا محل أن يكون المتهم في مقدوره أن يتتبع سير دعواه ويعلم أولًا بأول بما جرى أو يجري فيها. فاذا حال بينه وبين ذلك مانع قهري كالمرض او التجنيد فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدوره ومحاسبته على هذا الاساس بالنسبه الى ميعاد الاستئناف فاذا كان المتهم قد تمسك بانه لم يعلم بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المستانف لأنه كان مريضا بمستشفى الجيش، فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلا دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذي لو صح لكان له أثر ظاهر في قبول الاستئناف فإنها تكون قد أخطأت. مفاد هذا الحكم حكم محكمة النقد المصرية أنه إذا أقام الطاعن الدليل على قيام عذر حال دون علمه بتاريخ صدور الحكم، وكان هذا العذر مقبولًا، فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ في السريان بالنسبة إليه. ثانيًا، نتحدث عن بداية سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية. إذا تم الإعلان بدأ في ذات الوقت سريان ميعاد الاستئناف وكذلك ميعاد المعارضة، فإن انقضى فإذا انقضى الميعاد المحدد قانونًا بعشرة أيام في المعارضة وعشرة أيام في الاستئناف دون الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، صار الحكم نهائيًا، وإذا طعن المحكوم عليه بالاستئناف دون المعارضة، خلال الميعاد صح استئنافه. فذلك يعد تنازلا منه عن الطعن بالمعارضه سبق ووضحنا لحضراتكم انه اذا صدر حكم غيابي وقام المحكوم عليه باختيار اولا الطعن بالاستئناف فانه يكون بذلك قد فوت على نفسه فرصه الطعن بالمعارضه أما إذا طعن بالمعارضة فقط، فإنه يحتفظ بحقه في الطعن بالاستئناف، غير أن ميعاده يبدأ من تاريخ الحكم في المعارضة. وإذا قامت النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف، وجب على المحكمة أن توقف نظر الاستئناف لحين انقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة. فإذا عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي، تعين على المحكمة وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في المعارضة أولاً. ونأتي ثالثاً للحديث عن بداية سريان ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في المعارضة. قد تكون الأحكام الصادرة في المعارضة فاصلة في شكل المعارضة، فتقضي المحكمة بعدم قبولها. او برد الاعتراض وقد تكون الاحكام الصادره في المعارضه فاصله في موضوعها اي في موضوع المعارضه فتصدر المحكمه حكمها اما بتاييد الحكم الغيابي او بالغائه او بتعديله وهنا تبدا مده الاستئناف في كل الحالات من وقت صدور الحكم في المعارضه على اعتبار أن المعارض بطعنه يفترض فيه متابعة دعواه، ومن ذلك العلم بميعاد الجلسة التي صدر فيها الحكم في معارضته. إذا بداية سريان ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في المعارضة تبدأ من وقت صدور الحكم في المعارضة. بعد ان تحدثنا بالتفصيل عن ميعاد الاستئناف نتحدث عن اجراءات رفع الاستئناف كيف يتم استئناف الحكم يحصل التقرير بالاستئناف في قلم كتاب المحكمه التي اصدرت الحكم وفقا لما نصت عليه الماده 406 من قانون الاجراءات الجنائيه ومؤدى ذلك ان المشرع حدد الاجراء الذي يرفع به الاستئناف ولا يتحقق باي اجراء اخر وان افصح صراحه على اراده الاستئناف وذلك مثل هذا الاجراء لا يحل محل التقرير بل ينعدم اثره ويعتبر غير مقبول اذا الاجراء الوحيد الذي يتم به رفع الاستئناف هو التقرير بالاستئناف في قلم كتاب المحكمه التي اصدرت الحكم. بعد أن تحدثنا عن ميعاد الطعن بالاستئناف وأيضًا إجراء رفع الاستئناف، نتحدث عن الآثار المترتبة على الطعن بالاستئناف. حيث يترتب على الطعن بالاستئناف أولًا الأثر الواقف للتنفيذ، ثانيًا إعادة طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية. أما عن الأثر الأول، وهو الذي يترتب على الطعن بالاستئناف، والمتعلق بالأثر الواقف للتنفيذ، نجد أن القاعدة هي عدم تنفيذ الحكم المطعون عليه بالاستئناف. إذا كان الحكم مطعونا عليه بالاستئناف، فإن الأصل أنه لا يجوز تنفيذه انتظارا للحكم الصادر. في الاستئناف هذا ما نصت عليه المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية. إذن الأثر الأول المترتب على الطعن بالاستئناف هو عدم تنفيذ الحكم المطعون عليه بالاستئناف. هذه هي القاعدة. ويرد على هذه القاعدة استثناء. يتمثل في أن تنفيذ الحكم الابتدائي. رغم الطعن عليه بالاستئناف. إذن الاستثناء هو تنفيذ الحكم الابتدائي رغم الطعن عليه بالاستئناف. آه نص قانون الإجراءات الجنائية على حالات استثنائية يكون التنفيذ فيها وجوبيًا آه عند صدور الحكم الابتدائي. تتمثل فيما يلي: أولًا الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف. ثانيًا، الأحكام الصادرة بالحبس في السرقة، في جريمة السرقة دون الشروع في السرقة. ثالثًا، الأحكام الصادرة بالحبس على متهم عائد، عائد إلى الإجرام. الأحكام، رابعًا، الأحكام الصادرة بالحبس على متهم ليس له محل إقامة ثابت في مصر. خامسًا، الأحكام الصادرة بالبراءة. سادساً: عدم دفع الكفالة التي قررها القاضي لوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. إذا يترتب على الطالب الاستئناف أولا: عدم تنفيذ الحكم المطعون عليه بالاستئناف كقاعدة، ويرد على هذه القاعدة استثناء يتمثل في تنفيذ الحكم الابتدائي رغم الطعن عليه بالاستئناف في ست حالات كما سبق القول، أما عن الأثر الثاني المترتب على الطعن بالاستئناف وهو إعادة طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية، حيث أن الاستئناف يطرح الدعوة الجنائية والمدنية على المحكمة الاستئنافية لفحصها من جديد. سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون لتقول كلمتها فيها ويصحح ما يكون قد اعترى الحكم الابتدائي من عيوب غير ان المحكمه الاستئنافيه وهي تنظر الدعوه المستانفه تتقيد بحدود معينه اذا المحكمه الاستئنافيه اثناء نظر الطعن بالاستئناف تتقيد بحدود فما هي هذه القيود أو هذه الحدود؟ أولا نتحدث عن التقيد بنطاق الدعوة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر في دعوة لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها فيها أي فصلت في موضوعها إذن المحكمة الاستئنافية تتقيد بنطاق الدعوة أمام محكمة الدرجة الأولى، والحكمة من هذه القاعدة هي احترام مبدأ التقاضي على درجتين؛ ذلك أن نظر المحكمة الاستئنافية في واقعة دون أن يكون قد سبق عرضها والفصل فيها من المحكمة الابتدائية، يعني حرمان المحكوم عليه من إحدى درجتي التقاضي، ولا يجوز الخروج على هذا المبدأ ولو برضاء المتهم لتعلقه بالنظام العام، إذن يترتب على إعادة طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية. ان المحكمه الاستئنافيه تتقيد بنطاق الدعوه امام محكمه الدرجه الاولى ايضا تتقيد المحكمه الاستئنافيه بالحدود الشخصيه للدعوه فلا يجوز للمحكمه الاستئنافيه ان تحاكم من لم يكن طرفا في الدعوه امام محكمه اول درجه فاذا ثبت لها ان للمتهم شريكا فلا يجوز لها ان تسمح للنيابه العامه بتقديمه لاول مره امامها لتحاكمه مع المتهم ولا يقبل للدعاء المدني لاول مره امام المحكمه الاستئنافيه كما لا يجوز لهذه المحكمة تغيير صفة المسؤول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الابتدائية إلى متهم. بعبارة أخرى، ليس للمحكمة الاستئنافية أن تدخل خصماً أو أن تدخل خصماً لم يكن موجوداً أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا أن تغير صفة خصم كان موجوداً أمامها. وبالتالي يتعين على المحكمة الاستئنافية التقيد بالحدود الشخصية للدعوة. ونأتي للحديث عن القيد الثالث الذي يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تلتزم به وهو التقيد بالحدود العينية للدعوة. تقيد المحكمة الاستئنافية بالحدود العينية للدعوة مفاده أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحاكم المتهم من أجل وقعة لم تنظرها محكمة أول درجة، ويستوي أن تكون تلك الوقعة متعلقة بالدعوة الجنائية أو متعلقة بالدعوة المدنية، ويظل هذا الحظر قائمًا ولو كان بين الوقعة الجديدة والوقعة التي رفعت بها الدعوة ارتباطًا لا يقبل التجزئة. إذن يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تتقيد بالحدود العينية للدعوة، ولا يكفي أن تكون الوقعة المنظورة من المحكمة الاستئنافية قد سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى، بل يتعين أن تكون المحكمة، أي محكمة الدرجة الأولى، قد فصلت فيها، إذن يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تتقيد بالحدود العينية للدعوة. ونأتي للحديث عن تقيد المحكمة الاستئنافية بنطاق الاستئناف قد يستأنف الحكم بعض الخصوم دون البعض الآخر كما قد يكسر المستأنف استئنافه على جزء من الحكم الابتدائي فقط هنا على المحكمه الاستئنافيه ان تتقيد بصفه ومصلحه المستانف فالاصل ان تتقيد المحكمه الاستئنافيه بصفه الخصم المستانف فاذا فصل الحكم الابتدائي في الدعويين الجنائيه والمدنيه فان استئناف احد الخصوم لا يطرح امام المحكمه الاستئنافيه الا الدعوه التي كان طرفا فيها امام المحكمه الابتدائيه ويعتبر غير ذي صفه في الدعوه الاخرى ومن هنا فان استئناف المتهم يعيد طرح الدعويين الجنائيه والمدنيه معا لماذا لان المتهم خصم في الدعوه الجنائيه وايضا المتهم خصم في الدعوه المدنيه أما استئناف النيابة العامة، فإنه يطرح على المحكمة الاستئنافية الدعوة الجنائية فقط دون الدعوة المدنية. وكذلك استئناف المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، أيضا تطرح أمام المحكمة الاستئنافية الدعوة المدنية فقط. فلو تحدثنا. عن استئناف النيابة العامة، نجد أن استئناف النيابة العامة يقتصر على الدعوة الجنائية فقط، لماذا؟ لأن النيابة العامة هي خصم في الدعوة الجنائية، ولا يطرح الدعوة المدنية على المحكمة الاستئنافية، ومن ثم لا يجوز لها أن. تدخل أي, تعي... أي تعديل على ما يكون الحكم الابتدائي قد قضى به في هذه الدعوة وهناك تطبيق قضائي فتطبيقا لذلك إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي المدني بتعويض ولا أن تزيد في مقدار التعويض المحكوم به، ولا أن تلغي الحكم بالتعويض أو تنقص من مقداره. إذن، مفاد ذلك أن استئناف النيابة العامة يقتصر على الدعوة الجنائية فقط. أما استئناف المتهم، فللمتهم ان يستانف الحكم في الدعويين الجنائيه والمدنيه وله ان يقصر استئنافه على احداهما وفي الحالتين تتقيد المحكمه الاستئنافيه بمصلحته متى كان الاستئناف مرفوعا منه وحده سواء كان ذلك بالنسبه للعقوبه المحكوم بها عليه والتعويض المقضي بالزامه به فليس للمحكمة إلا أن تبقي الحكم دون تعديل وإما أن تعدل لمصلحته فمقدار العقوبات أو قيمة التعويض المقضي به من محكمة الدرجة الأولى يعد حدا أقصى لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تخطي مفاد ذلك أن استئناف المتهم يشمل الدعويين الجنائية والمدنية ونأتي للحديث عن استئناف المدعي بالحقوق المدنية حيث يقتصر هذا الاستئناف على الدعوة المدنية وحدها لأن المدعي بالحقوق المدنية طرف فيها أقصد طرف في الدعوة المدنية ولا شأن له بالدعوة الجنائية ولذلك فإن طعنه لا يطرح على المحكمة الاستئنافية سوى الدعوة المدنية، فإذا اقتصر الطعن بالاستئناف عليه وحده لا يجوز للمحكمة التصدي لقضاء المحكمة الابتدائية في الدعوة الجنائية، أما عن استئناف المسؤول عن الحقوق المدنية نجد أنه ينحصر الاستئناف المسؤول المدني على الدعوة المدنية. فلا يطرح الدعوه الجنائيه على المحكمه الاستئنافيه وعند رفع الطعن من المسؤول مدنيا فان المحكمه الاستئنافيه لا تتقيد وهي تنظر الدعوه المدنيه بما يكون الحكم الابتدائي قد انتهى اليه فاذا ادان الحكم الابتدائي المتهم والزم المسؤول المدني بالتعويض فيجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم إلزام المسؤول المدني بالتعويض لانتفاء ارتكاب الجريمة أو انتفاء صدورها عن المتهم ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسيء إلى وضع المسؤول عن الحقوق المدنية بناءً على استئنافه وحده بناءً على استئنافه وحده، فلا يجوز لها أن تزيد من مقدار التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي على سبيل المثال. إذن، كل من المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية بينحصر ويقتصر استئنافهم على الدعوة المدنية فقط. نتحدث بعد ذلك عن نظر الاستئناف والحكم الصادر فيه. نتناول أولا الحديث عن الحكم في شكل الاستئناف، ثم الحكم بسقوط الاستئناف، ثم الحكم في مسألة الاختصاص أو القبول. أما فيما يتعلق بالحكم في شكل الاستئناف، فنجد المحكمة الاستئنافية إذا حجزت الدعوة للحكم فيجب عليها ابتداءً التحقق من توافر الشروط الشكلية اللازمة لقبول الاستئناف، فإذا رأت أن الحكم مما لا يجوز استئنافه، أو أن المستأنف لا صفة له، أو لا مصلحة له، أو أن التقرير بالاستئناف حصل بعد فوات الميعاد، قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: الحكم بسقوط الاستئناف. تنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوة. وعلة هذا النص هي حث المحكوم عليه بعقوبه سالبه للحريه واجبه النفاذ على تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر ضده كما انه يعد ضمانه لجديه الاستئناف بصدوره عمن نفذ الحكم الذي استانف اما عن الحكم في مساله الاختصاص او القبول اذا صدر حكم لم يستنفد به محكمه اول درجه ولايتها بنظر الدعوه كالحكم بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بعدم جواز نظر الدعوه لسابقه الحكم فيها وارتات محكمه الاستئناف تاييد الحكم الابتدائي فانها تصدر حكما بتاييده وتحيل الاوراق الى النيابه العامه لاجراء شؤونها أما إذا ارتأت أن محكمة أول درجة مختصة، أو أن الدعوة مقبولة، أو أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوة غير صحيح، فإنها تصدر حكمًا بإلغاء الحكم الابتدائي، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة أول درجة لكي تفصل فيها. بعد ذلك نتناول الحكم في موضوع الاستئناف. إذا فصلت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوة وفقًا لما نصت عليه المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ويلزم لتطبيق هذا الحكم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا والا يكون قد سقط ان كان مرفوعا من المتهم وان تكون محكمه اول درجه مختصه بنظر الدعوه وان تكون الدعوه قد رفعت اليها طبقا للاجراءات المقررة قانونا أي مفاد ذلك أن تكون الإجراءات إجراءات الاستئناف كلها متوافرة سواء فيما يتعلق به شروط القبول من حيث الشكل، أو سواء فيما يتعلق بنظر محكمة أول درجة للدعوة، وأن تكون الدعوة قد رفعت طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً، أيضاً اذا انتفى شرط من هذه الشروط لم يجوز للمحكمه الاستئنافيه ان تتعرض لموضوع الدعوه ولا ان تفصل فيه ولو كانت محكمه اول درجه قد اخطات وحكمت فيه ونأتي أخيرا للحديث عن القيود الواردة على سلطة المحكمة الاستئنافية عن الحكم في الموضوع. يكون الحكم في الموضوع إما بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديله أو بإلغائه والقضاء بخلاف ما قضى به، وتتقيد المحكمة الاستئنافية عند الحكم في الموضوع بمصلحة المستأنف، احتراما لأصل عام ثابت في كل الطعون وهو: عدم الإضرار بالطاعن بناءً على طعنه، فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع، وسنتحدث تفصيلًا عن. الحكم في استئناف النيابه العامه واختلافه عن الحكم في استئناف الخصوم الاخرين واخيرا نتناول بيانات الحكم الاستئنافي أما عن الحكم في استئناف النيابة العامة، فيتعين العلم أن النيابة العامة ليست خصماً تتعارض مصلحته دائماً مع مصلحة المتهم كما يعتقد البعض، بل هي تمثل المجتمع وتتمثل مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة وتطبيق القانون على الوجه الصحيح وإن ترتب على ذلك تبرئة المتهم أو تخفيف عقوبته لذلك يجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة فيه بل كان الطعن يحقق مصلحة المتهم إذن النيابة العامة خصم شريف وفي حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة وقدرت المحكمه الاستئنافيه بناء على طعن النيابه العامه الغاء حكم البراءه الذي قضت به محكمه الدرجه الاولى فقد تطلب القانون هنا ان يصدر الحكم من المحكمه الاستئنافيه بالغاء البراءه باجماع الاراء ويقتصر اشتراط الاجماع هنا على الحاله التي تختلف فيها المحكمة الاستئنافية مع محكمة الدرجة الأولى في تقدير الوقائع أو الأدلة، أما حيث يكون الخلاف منصبًا على تفسير القانون أو تطبيقه فلا يشترط الإجماع لإلغاء البراءة، بل يصح ذلك بالأغلبية العادية، وبالتالي فلا يلزم الإجماع إذا كان الحكم المستأنف قد أخطأ فأعمل. نصوصا ملغاه وقضى بناء على ذلك بالبراءه اذا اذا قدرت المحكمه الاستئنافيه بناء على طعن النيابه العامه الغاء حكم البراءه هنا القانون تطلب ان يصدر الحكم من المحكمه الاستئنافيه باجماع الاراء اما عن القيود الوارده على سلطه المحكمه الاستئنافيه في الحكم عند استئناف الخصوم الاخرين نجد انه اذا طعن المتهم بالاستئناف وحده فلا يجوز ان يدار بطعنه استنادا لقاعده لا يدار الطاعن بطعنه. سواء كان طعنه منصبا على ما قضى به الحكم المستانف في الدعوه الجنائيه او في الدعوه المدنيه ومن هنا للمحكمه أن تؤيد الحكم المستأنف أو تجيب المتهم إلى طلبه، ولا يجوز لها في أي حال أن تقضي بما يضر به، ولو تبين لها أن الحكم الابتدائي (أي حكم محكمة أول درجة) قد أخطأ في تحصيل الواقع أو في تطبيق القانون. فإذا قضى الحكم الابتدائي بعقوبة أقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة، أو أغفل الحكم بالغرامة النسبية المقررة للجريمة المنسوبة إلى المتهم، ثم استأنف هذا الأخير، هذا الأخير نقصد به المتهم هو الذي استأنف الحكم، هنا الحكم إذا صدر وهو على هذا النحو لم يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة تنفيذا لحكم القانون لأن ذلك ينطوي على إضرار بالمتهم وأنه تطبيقا لقاعدة لا يضر الطاعن بطعنه فلا يمكن للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تحكم بما يضر مصلحة المتهم أما عن الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني فنجد هنا أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تلغي التعويض المحكوم به ولا أن تنقص من مقداره ولو ثبت لها أن الجريمة لم تقع وأقصى ما يمكن للمحكمة الاستئنافية عمله هو تأييد الحكم الابتدائي استنادا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بعد ذلك نتحدث عن بيانات الحكم الاستئنافي الاصل في بيانات الحكم الاستئنافي ان يشمل الحكم الاستئنافي على البيانات التي يجب توافرها في كل الاحكام وتلتزم المحكمه الاستئنافيه بان تسبب حكمها وان يكون هذا التسبيب كاشف عن المام المحكمه بعناصر الدعوه ولكن مع ذلك، إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي، جاز لها أن تحيل إلى أسبابه، إذا اقتنعت بها ولم ترى أن لديها ما تضيف إليه، على أنه يشترط لذلك أن يكون الحكم الابتدائي صحيحًا، وبالتالي إذا كانت الأسباب، أسباب الحكم الابتدائي معيبة، وامتد العيب الى الحكم الاستئنافي ايضا من ذلك ان اذا طبعا المحكمه الاستئنافيه عولت على نفس الايه الاسباب او احالت للاسباب التي استندت اليها محكمه الدرجه الاولى ايضا من على سبيل المثال ان تكون الاسباب متناقضه مع بعضها او مع المنطوق في تناقض بين الاسباب وبين المنطوق اذا هنا في عيب في التسبيب. فإذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وأحالت إلى أسبابه هنا يمتد العيب من الحكم الابتدائي إلى الحكم الإيه؟ الحكم الاستئنافي. وانتهينا من الحديث عن الطعن بالاستئناف، والآن أترك لحضراتكم سؤال. السؤال بيقول هل يجوز للمحكمه الاستئنافيه الغاء حكم البراءه ان شاء الله انتظر الاجابه على هذا السؤال في محاضره الاسبوع القادم يوم الثلاثاء خالص تحياتي لكم